مفخخة أو مغلقة تجد لاعب هو اللي يكون مفتاح المباراة. تمام مصطفى من هناك الكرة للشبيبة ملعوبة. أول أهداف المباراة عيبوت لمصلحة شبيبة القبائل. عيبوت يفك العقدة ويتمكن من الوصول للشباك. الشبيبة بهذه الطريقة وهذه الكرة. نعم الكرة كانت عرضية من لاعب رضواني واللاعب بلعويدات ملمش الكرة لكن لاعب ممتازة وبخطة يعني لمس الكرة المدافع. نعم المدافع لمس الكرة نوعا ما لكن في الجهة المقابلة أي في الجهة اليسرى يغلق اللاعب يقدم له كرة أمام المرمى من أجل أن يسجل راسية هائلة ممتازة. ردة فعل من عسلة والهدف التعادل. هدف التعادل من فرحات لمصلحة الموب. نعم الكرة كانت عرضية وفي رأس بيترونغالو العسلة بالمرصاد يرجع الكرة الثانية.